السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تسعدوا بألف خير وعافية. وانتوما كتشوفوا هذا الفيديو ديالي. بالنسبة لهذا الفيديو غادي نشارك معكم إصلاحات الصالون كيفاش كان، كيفاش غادي يولي إن شاء الله. غادي نشارك معكم لي ديتاي فاش كنت كنصاوب مرة كنت كنصور. كيف كتشوفوا هنايا البلاكة تحيدت، الباشات هادو ديال الجناب تحيدوا لأنني غادي نقادهم، خاصهم شي حاجة باقي تقاد، داكشي على حيدتهم. تكتشفوا معايا في آخر لا فيديو إن شاء الله. بالنسبة لهاد لابابو غادي نحيدو. كيف كتشوفوا هذه قاعة ديال الاستيتيك، غادي نغيرها. بالنسبة لهنايا حيدوا العشاس، عفوا حيدنا هذا شوفوا باش خرجنا هذا البلاكار اللي كاين في هذه البلاصه بالضبط لانه تحيد حتى هوايا. بغيت نعاود نقادو ان شاء الله. غادي تكتشفوا معايا في الفيديو اللي ماجي، ماشي هذا، بعض الامور غادي تكتشفوا في هذا الفيديو، بعض الامور في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هنايا الدوش حتى هو غادي يتغير، الصالون خوا، كلشي حيدتو، هزيت كلشي باش نبدل ان شاء الله. لا كولور ديال الصالون غتبدل، الحيوط غيتغير الشكل ديالهم، بزاف ديال الامور باغا نديرهم. هاد الامر هاد الحوايج كاين شي امور درتهم باش نبدل بهم الديكور، تغيير لنفسيه الكليان والنفسيه ديالنا حتى حنا اللي كنخدمو في الصالون تتغير، والتجديد مزيان باش يبقى ديما الصالون يعني يكون زوين وديكور زوين. وكنتمنى هاد الشيء اللي درت ينال اعجابكم ولا اللي غادي ندير ان شاء الله، لان هاد الفيديو كنديرو معكم دابا، يعني يلا كندير له المونتاج. ديجا انا راني قديت شي امور ودابا حنا في اللحظات الاخيره ان شاء الله. يعني هاد اليومين نحط لكم لا فيديو الفينال اللي فيه كل شيء مقاد وكل شيء مصاب. المهم عندي شي امور في الدوش كانت خاصها ضروري تقاد. شوفوا لي الروينه، ما نقول لكمش فاش دست. عرفتوا الا بغيتوا تصاوبوا شي حاجه زعما صعيبه بزاف بزاف. وهوني الطفيلات، جيت باش نركبوا اليوم ان شاء الله البابي الحيط. شوفوا الحيط كيفاش كان، شوفوا هنا راه كان فيه داك لابابو اللي كلهيها. شوفوا الحيط هنايا مكرفص، شوفوا الارض. المهم شوفوا هنايا جينا باش نركب هاد الكاغط، وخليكم معايا باش تشوفوا قبل وبعد. وتا هاد الحيط شفتو تا هو غندير فيه لون. المهم خليكم تكتشفوا اللون اللي غادي ندير. هون انا كنحط لكم الصور باش تعقلوا كيفاش كان قبل وكيفاش غادي يولي ان شاء الله من بعد الديكور ديال الصالون. خليكم مع لا فيديو. هوني الطفيلات كنحيد هذاك البابي اللي كان في الصالون في الاول. بالنسبه للديزاين ديال الصالون يعني بالنسبه للاشار حيدته كل شيء. غادي نعاود ديكورات جداد، صور جداد، كيف قلت لكم التغيير النفسيه والديكور ديال الصالون ان شاء الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم بعض اللقطات من الديكور جديد. ما غنخليكمش يعني ما غنخلي لكمش داك التشويق الكثير، بعض النقط غادي نطرحهم لكم في هذا لا فيديو. هنا بالنسبه للباش اللي شفتوني حيت هاني قديت وغادي يركب دريك. وهون واحد شويه من ديزاين ديال البابي اللي درت في الحيط. عاوتاني هون في قاعه الماكياج كيف كتشوفوا، وهون في قاعه الاستيتيك كيف قلت لكم. خليكم باش تشوفوا اللون اللي درت في الحيط. هذا الصغير هو هذا اللون الغوز، داخله شويه ديال الزرق كيف كتشوفوا والبيض. وان شاء الله فاش غادي يكمل الديكور شوفوا كيفاش كيركب البابي ما شاء الله. هو صراحه كيبغي تقنيه وكيبغي الخاطر باش يركب. هذه هي النتيجه النهائيه القاعه ديال الاستيتيك. الحيط هذا فيه البيض والحيط الاخر فيه الغوز كيف كتشوفوا. هذه القاعه ديال الماكياج درت فيها الكري كيف كتشوفوا، كيتحيدوا السقف كلشي حتى كيتركب عاد كيتركبوا من بعد. المرايه حتى هي تحيدت. هذا البابي ديال القاعه ديال الاستقبال وحتى قاعه فاش كنديروا السوشوار.
كنتمنى يعني مبدئيا يعني الديكور، ولو كتشوفوا دريكا غير شويه يعني ماشي كل شيء مقاد وهذا يكون عجبكم. وكانت شي حاجه اللي زوينه صراحه، ولو ماشي هذا الشيء اللي كنت انا باغا شي امور اخرين، ولكن مهم الشيء اللي لقيت متوفر في السوق هو اللي درت، كنتمنى ينال اعجابكم. هوني يا الطفيلات، مرة كنصور معكم لقطات من الأشغال اللي كدوز في الصالون باش تعرفوا لي ديتاي، بعض التفاصيل ديال هادشي اللي صاوبت. أول حاجة درت هذا الريد، درته من الفوق، شوفوا أنا راه مسخ معاه، كان كي سميتو كان كيلاحوه في الأرض. درت هادو باش درت كل شيء هذا، حتى لتحت هنا فيه الإشارة، وزدته هنا الفوق غير سامبل باش نبقى نطلعو ونهبطو ماشي كيف كان. كان غير حد هاد الحديدة 2 متر فقط. مهم ضللت على هنايا، وفي نفس الوقت يعني الكليان الا كانوا جالسين في هاد البلاصه هنايا، شوفوا التكرفيس. المهم الا كانوا جالسين الكليان في هاد البلاصه ما كيبانوش للزنقه لا حتى شي حاجه، شتو هنا وديجا هادو راه كانوا هنايا صافي. بالنسبه لهنايا المهم هنا حتى هاد البشره باقي ما سالاش. بالنسبه للفيترينا هاد لي بوستر اللي كانوا هنا كلشي حيدتهم، غادي نعاود وحدين اخرين جداد، ديكور اخر ملينا من هادوك اللي كانوا. الباب ما كانش عندي كوليس، كان الباب عندي كيتفتح لداخل، درته كوليس باش يخلي ليا لي سباس، لاني درت واحد التغيير لداخلي الطفيلات. كنتو كديروا البروشينغ في هاد الحيط، هاد البلاصه هي اللي كان فيها البروشينغ. دابا رديت البروشينغ لهاد الجهه، لهاد الجهة الثانية لهنايا شوية كتغيير، حاولت ندير شي أمور اللي نغير بيهم شوية الديكور ديال الصالون. هاد الحيط درت فيه هاد البابي، كنتمنى يعجبكم، تعطيوني رأيكم واش زوين ولا لا. المهم هنا راه باقي هاد الانستالاسيون، باقي غادي يهبط ديال شحال من حاجة، الباف وديال سميتو كلشي، داكشي تفتحت كلشي في راسكم. الصالون بحال عاودتو من الأول، أنا كنت قلت واش شي حاجة اللي بسيطة دغيا زعما غنكملها، ولكن وحلت. بالنسبه للمرايات كان عندي البلوغ رويال، رديتهم دوغي، حاولت ندير دابا التيم كلشي تقريبا دوغي، حاولت لعبت ما بين الدوغي والنوار، ديجا هو اللي عندي في اللوغو وهذا مكان. مهم هنايا بالنسبه للبودرات هما هما باقي فيهم الخدمه، راه باقي ما سالاوش. درتهم بحال هكا، درت لهم هذا الشكل ديال تحت الجارت، حتى هو بيج دوغي. وهاد الحيط درتو في الدوغي، كلشي هابط دوغي، ما غاديش يبان لكم دابا مع التصويره، كيبان بانه بحال بلون كاسي، ولكن هو راه دوغي، حتى هو راه باقي ما سالاش، باقي فيه هنايا شتو، باقي هاد البلاصه زعما فراسكم كل نهار من بعدا كنجي كنبدا نشطب ونجمع هادشي كيجي الخدام عاوتاني كيهونو. هنايا الدوغي كيف قلت لكم شتو، هنا بلاصه التلفازه كانت حيتها، محال واش غادي نردها. مهم كاين واحد هنا باقي هاد البابي اللي هنا غيتعاود، وقع واحد المشكل في الحيط تحت، كانت واحد الحاجه عاودوا حيدوا هذيك لابارتي وعاودوها، يعني هاد البلاصه كلها غتعاود. هذا هنا هذا ديال الفوق باقي حيدناه تما. هنا عاوتاني هنا كان فيه اللوغو، حيدتو باش نعاود لوغو جديد بديكور جديد. هنايا البنات هاد المرايه هي اللي كانت في هاد الحيط اللي هنا، هي اللي كانت هنايا مورا، شتو هذا راه باقي ما تفيناش، باقي ما كملش. هنا قلت لكم هاد المرايه هي اللي كانت تما حيتها ودرتها في هاد الحيط. هاد الحيط ديجا كان خاوي، ديجا هاد الحيط كان خاوي ما فيه والو. واجو لهاد الروينه اللي كاينه هنايا، وشوفوا لي هاد الروينه اللي كاينه هنا. المهم بالنسبه لقاعه ما كاينش حتى هي، بدلتها ديفينيتيفمون، رديتها كري، نشقت لي على الكري، درت البابي هنا، راه الحيط كله كري، المرايات صبغات بالكري، راه تحيدوا لها البولات وكلشي باش تعاود، كلشي راه باقي ما سالات حتى شي حاجه، يعني باقي كاينه الخدمه. هنا عاوتاني هاد البلاصه اللي كانت بلو درناها كري، هنا راه باقي ما سالاتش. وهذه قاعه الاستيتيك، درت هنا كلشي بيض، ودرت هنا الفوق هاد الديكور ديال الغاز كيف كتشوفوا. هذا البياس حيدت لي كلشي، هادشي اللي الفوق عاود تقاديتو، ما سخيتش البنات بهذا اللوغو اللي كان عندي السميه بالدوغي، ولكن غنحيدو صافي، حيدتو ديجا رشتو مهرس كلشي صافي. هذا مكان، هادو هما القاعات، كاين تغيير باقي في الدوش وفي التواليت، ان شاء الله غادي نشاركو معكم من بعد حيت جاوني الخدام. هوني الطفيلات، يا مسكنا خمنا وكل شيء، شوفوا هنايا درت واحد 3 طاجيرات في داك الحيط لهيها كيف شفتوا،
وهنايا البلاكار هنا باقي الدنيا مرونه. المهم البلاكار اللي درت هو هذاك ديال الهيها، ولكن ان شاء الله انا غادي نصور معكم كل شيء فاش يتقاد. تشوفوا الكراسه هادو خديتهم جداد باش نديرهم على حساب الكلياني جلسوا عليهم على برا. المهم فاش يكونوا كيتسنى، وهنايا صافي ما بقاش هنا لافطيت. المهم غادي هاد البلو غيتحيد، ما غاديش يبقى بلو. هنايا قاعه الباكياج كيف قلت لكم درتها بالقريب، نشارك معكم غير هذا. انا دابا كنلصقو ساهل، هذا لا ديزيف هو اللي درت، شفتوا فيه اللصقه ديالو كيلصق منه فيه، شفتوا كيفاش جا. هذا درته انا في الكري، هذا في الكري في القاعه رديتها كلها كري ديال الماكياج. شفتوا حتى المرايا شفتوها رديتها كري، حتى المرايا رديتها كري. صافي بالنسبه لهذه غادي نكمل باش نحيد هذا البلوم. المهم هنا درناه، بقى لي هاد البلاصه. المهم نكمل من هذا، من هنا وهنا. هنايا اللصقات حيدتهم اللي كانوا هنا، كانت جويل حيدتها. غادي نبدل غندير ديكور جديد، حتى هما غادي نلصقهم اليوم. المهم اليوم ديال التلصق غادي نلصقوا كلشي، الاشهار هادشي ديال لا ديزيف ديجا راني الحيط، البودرات كيف كتشوفوها همايا قديناهم. هنا المرايات حتى همايا شفتوا، ودرت هذا الديكور هنايا هو اللي درت في الحيط ديال المرايات. وديجا المرايات راني بدلت الديكور، رديتهم للجهه الاخرى ان شاء الله حتى نفيني كلشي. وغادي نوريكم ان شاء الله، غندير لكم واحد فيديو سينيماتيك فيه التفاصيل الممله ديال الصالون ان شاء الله. المهم بالنسبه للبودرات رديتهم بحال هكا شفتوا، وهذا درتو في كيف قلت لكم في الحيط الجهه الاخرى، درت الذهبي. المهم كيخدموا فيه حتى نسالي، وغادي نوريكم غادي نبارطاجيه حتى هو معاك. وكيف قلت لكم مورا هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو فيه التفاصيل، يعني صافي فاش كلشي يترتب وكلشي يتحط بلاصتو يتقاد غادي نبارطاجيه معكم ان شاء الله.